معنا من رفح، تحديدا من منطقة عائلة قشطة، مراسل العربي صالح الناطور ليرصد لنا بعض الخراب والدمار والأوضاع الإنسانية هناك. تفضل صالح. نعم محمد، فعلا نحن الآن في حي القشطة كما يسمى هنا، حيث كانت هناك غارة إسرائيلية في ساعات الليل على هذا المنزل الذي استهدف بصواريخ طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي. ونشاهد كما في كل غارة إسرائيلية على هذه المدينة الدمار الكبير الذي بيحل بالمكان المقصوف ومحيط هذا المكان، حتى أن بجوار هذا المنزل كانت هناك غارات إسرائيلية أخرى في وقت سابق وقصف إسرائيلي على منازل مجاورة. نتحدث عن تقريبا مربع يتكون من 4 مبان الآن هي مدمرة بشكل كامل في هذا الحي بفعل هذا القصف الإسرائيلي. المصادفة هنا أن هذا البيت لم يتواجد فيه أحد عندما تم قصفه، وبالتالي لم يسفر هذا القصف عن إصابات أو شهداء في هذه الغارة الإسرائيلية. لكن نتحدث دائما عن أن جزء من هذه الحرب أو جزء كبير من هذه الحرب هو حرب تدمير لأحياء سكنية ولمباني سكنية، وهذا الأمر مماثل في مناطق أخرى. في هذه الأثناء هناك قصف متواصل على حي خان يونس المدينة المجاورة لمدينة رفح، ومبان وأحياء سكنية وشقق يتم حرقها الآن من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بفعل القصف المدفع المتواصل على هذه المناطق. المكتب الإعلامي الحكومي يتحدث عن نحو 300 وأكثر من 360 ألف وحدة سكنية تم تدميرها بفعل هذه الحرب الإسرائيلية حتى هذه اللحظة. وهناك لا شك في المقابل عشرات آلاف العائلات كانت نزحت من هذه المناطق بسبب هذا القصف الإسرائيلي وأصبحت بلا مأوى بفعل الدمار الكبير الذي يحل في هذه المناطق. حتى في الجوار هنا يمكن ملاحظة أن القصف أتى على أراض زراعية ودمار حل بالأرض المجاورة لهذا المنزل، حيث ركام المنزل تطاير ورماد هذه الصواريخ وهذا القصف الإسرائيلي جاء أيضا على قطعة أرض مجاورة مزروعة بأشجار الزيتون التي يبلغ من عمرها سنوات طويلة، وبالتالي الدمار يحل كذلك في المباني وفي البنية التحتية وفي الأراضي المجاورة وفي الطرقات والشوارع. نتحدث عن حي القشطة وهو من الأحياء المكتظة بالأساس في بالسكان، ومليء أيضا الآن بأعداد كبيرة من النازحين، وهذه الأحياء غالبيتها في مدينة رفح تحديدا. نتحدث أن النسبة الغالبية العظمى من الآن صوت نسمع صوت قصف مدفعي فيما يبدو في المناطق الشرقية من مدينة رفح. سمعنا نحو 3 انفجارات الآن محمد في يبدو صادرة من المنطقة الشرقية لمدينة رفح. إن كان كنا دقيقين في طبيعة هذه الأصوات يبدو أنه قصف مدفعي يتجدد الآن على المنطقة الشرقية من مدينة رفح. بالعموم هذا هو حال المدينة ما أن تنتهي غارة أو قصف إسرائيلي حتى يسمع صوت انفجارات جديدة مع سماع صوت هذه الطائرات، طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي هي نذير شؤم بالنسبة للفلسطينيين ولهذه المدينة التي تراقب وأيضا تشارك في قصف أهداف في مدينة رفح كما في باقي مناطق قطاع غزة. شكرا لك على نقل الصورة صالح الناطور.